بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا في المرة السابقة طرق إيجاد الـ Coefficient of Permeability أو معامل النفاذية، والنهاردة هناخدهم بالتفصيل واحدة واحدة. الجزء التاسع بتاعنا هنتكلم عن الـ Constant Head Test أو تجربة الإيه اللي بيسموه الضغط الثابت، يعني تجربة الضغط الثابت. ودي بتصلح لمين؟ بتصلح للتربة اللي هي الرملية، اللي هي المية بتمشي فيها بسرعة، لأن في مشكلة إن ممكن لو حطيت فيها ديت في الجهاز دوت طين، ممكن تقعد فترة طويلة والمية تتبخر وما تقدرش تطلع نتائج مظبوطة. الجهاز زي ما أنت شايف ببساطة خالص، دي السل بتاعتي اللي هحط فيها التربة بتاعتي، وبحط طبعا فيه بورس فوق وبورس تحت، وبحط ايه ده البورس بليت وده البورس بليت، وممكن احط ورق ترشيح برضك عشان الايه التربة مالها ما تتفتتش. ودي التربة بتاعتي بيبقى طولها ال ومساحة مقطعها مين ايه، بحطها هنا وببتدي. شايفين ده عبارة عن خزان، اللي هو الخزان دوت. الخزان ده بيبقى شغال فيه المية، والمية شغالة الضغط اللي فيه ثابت دايما، يعني دايما المية منسوبها ثابت كده. انا عندي المية شغالة كده وهو الضغط ماله ثابت بالشكل قدامي هنا. طيب انا القصة ايه؟ يا اما اخد مسافتين او مسافتين محددين اقدر اطلع منهم بيزومتر هنا وبيزومتر هنا، فاعرف الطول بتاعهم وفرق الضغط ما بينهم، او لو انا هتكلم على طول العينة كله يبقى هتكلم على الارتفاع اللي هو الاتش دي كلها. طيب اعمل ايه بقى؟ قصة قالت ببساطة خالص ان انت شايف عندك ايه الخروج بتاعت المية من هنا. هبتدي افتح مين؟ المحبس بتاعي دوت. لو فتحت المحبس بتاعي المية هتبتدي تطلع. التجربة ببساطة خالص، انا بطلع بس ايه كمية المية اللي انا عايز اجمعها هنا هوت في وقت معين، يعني عايز حجم مية، حجم مية في وقت اسمه تايم، هو ده اللي مطلوب مني بس في التجربة. فعشان كده لو انت عايز تجيب الكي، الكي ما هي الا حجم المية اللي هي الفي في ال اللي هو الطول بتاعي، او ال داش لو هستخدم الاتش داش، على التايم اللي انت جمعت فيه الايه الفوليوم دوت في مساحه مقطع العينه في الاتش او اتش داش، اتش داش ويبقى ال داش اللي معايا. يبقى اقدر اطلع الكي بتاعتي كوفيشن اوف بيرميبيليتي بس للتربه الايه الخشنه اللي هي ممكن تكون الايه الرمل. شكرا.